السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وزارة العمل تخصص منحا مالية مشروطة لطلبة المراحل الدراسية كافة بالعراق. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي إكمال إجراءات المنحة المالية المشروطة للطلبة وكذلك التلاميذ من ذوي المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى إكمال إجراءات البحث الميداني لأكثر من 1,800,000 أسرة في عموم المحافظات ومنذ انطلاق حملة البحث الكبرى في منتصف كانون الثاني الماضي. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في محافظة واسط: أكملنا إجراءات المنحة المالية المشروطة بواقع 30,000 للتلاميذ في المرحلة الابتدائية، مردفا بالقول سيتم منح 50,000 للتلاميذ في المرحلة المتوسطة والإعدادية. وأضاف أنه سنمنح الطلاب في مرحلة البكالوريوس من ذوي المشمولين بالحماية الاجتماعية 100,000 دينار، مشيرا إلى منح 150,000 دينار منحة للطلاب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. كما نوه الوزير إلى أكمال إرسال بيانات السلة الغذائية الثامنة لشهر آب لنحو 6,500,000 فرد للمشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية وهي الأكبر لهذا العام. وأكد الأسدي الشروع باستحداث الوحدات الإدارية الخاصة برعاية الطفولة، إذ بلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية أكثر من 3 ملايين لمن هم أقل من 18 عام. ومضى بالقول أن الوزارة أكملت تدقيق وإرسال البيانات لنحو 90,000 فرد مشمول بإعانة الحماية الاجتماعية لغرض شمولهم بالضمان الصحي. وتابع الأسدي قائلا: سنطلق غدا مشروع ابدأ وطور بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية الذي سيتولى تدريبا عالي المستوى للمدربين في إنشاء المشاريع المختلفة. الرافدين حدد الفروع المشمولة بقروض 150 مليون دينار. حدد مصرف الرافدين الفروع المشمولة بقروض 150 مليون دينار. وذكر إعلام المصرف في بيان أنه تم تحديد الفروع وبناء الدور السكنية وشراء دار سكني وقطعة أرض سكنية والتي تصل إلى 150 مليون دينار. وأضاف أن فروع بغداد التي تقوم بترويج ومنح القروض العقارية تتوزع على المصارف صافي الرافعي، كرادة مريم، شارع المحيط، الخضراء، السكك، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الرئيسي، الأندلس، التآخي، الشيخ عمر، الأعظمية، القدس، المشتل، وزارة العمل. أما فروع المحافظات وهي الجسر، بابل، السدة، حي الأمير، الغرية، الإسمنت الجنوبية، القادسية، الحمزة، غماس، العباس، الشهداء، الكوت، الصويرة، الحي، الخضر، المثنى، الأنبار، الفلوجة، الخالدية، عانة، جامعة الموصل، برطلة، التبادل التجاري، كركوك، الدور، بيجي، شارع فاروق، بلد روز، المقدادية، البصرة، الاستقلال، المعقل، صفوان، العمارة، الهادي، النيل، أور، الشطرة، سوق الشيوخ. وأشار إلى أن الفئات المشمولة بتلك القروض هي المواطنين والموظفين والمتقاعدين.